السلام عليكم. هم قالوا إن أفضل وقت لغرس شجرة تستمتع بها الآن كان قبل 10 سنوات، وثاني أفضل وقت لغرس الشجرة هو الآن. فتعلم أن ما مضى قد مضى، والأخطاء جزء مهم من الحياة، لكن تكرار الخطأ لا يمكن سوى أن يضاعف شعورك بالندم. فضياع الفرص يبعث للنفس إحساسا بالإحباط والانكسار، والتركيز على الفرصة الضائعة يضيع عليك فرص الحاضر. إن أضعت فرصة في الماضي واستشعرت الخطأ الذي وقعت فيه جراء ذلك بعد سنوات، فلا تجعل الأمر يحبطك ويوقفك، بل دعه يبث فيك العزم والإرادة لأن تغتنم فرص الحاضر. فالتجربة والفشل خير من الخوف والتردد وإضاعة الفرص والندم بعدها. إن ما تقوم به الآن سيصنع مستقبلك دائما، فإن كان تركيزك الكامل دائما على الماضي فستفقد سيطرتك على الحاضر، وتأثيرك دائما يكون على الحاضر، فتهمل بناء المستقبل، فتسير دائما على خط من الحسرة والندم. تعلم أن ما هو أسوأ من الندم على ضياع أشياء كان بإمكانها أن تشكل فارقا في حياتك اليوم هو الندم على الندم، حيث لا تستفيد من تجربة الندم، فتحاول أن تبني ما يمكن بناؤه وتصحيح ما يمكن إصلاحه، وذلك لكي لا تقول لاحقا أنك استشعرت الألم الذي يولده الندم لكن لم تستفد من ذلك. ربما أتيحت لك الفرصة وأنت صغير في أن تكتب وتصبح مؤلفا، لكنك أضعت الفرصة، فعندما كبرت وجدت أنه لو حاولت من تلك الفترة للآن لكان بالإمكان أن تكون الآن مؤلفا له خبرة ومكانة، وأن تستمتع بشعور الإنجاز بدل أن تكون نادما على ذلك ومستمرا في تأنيب نفسك. حاول الآن مهما بدا لك الأمر صعبا أو الفرصة أضعف، لأنه إن لم تستغل فرصتك الثانية فغدا ستندم ليس على ضياع الفرصة الأولى فقط، وإنما الثانية أيضا. إننا نشتغل بالعادة في إرهاق أنفسنا بما فاتنا وما أمكننا القيام به، ونستغل جزءا كبيرا من طاقتنا النفسية في فعل ذلك، ما يدفعنا للتفكير في مستقبلنا وما ضاع منا بسبب ضياع فرصنا، فندور للأبد في دائرة الندم، ضياع الفرصة والندم مجددا. تعلم إذن أن ما تعيش اليوم هو نتاج ما قمت به في سنوات مضت، استفد من ذلك وابن حاضرا كما تحب، فغدا يصبح هذا الحاضر الذي تنظر إليه ماضيا. هذه آخر حلقة في هذا الموسم، شكرا على حسن المتابعة. أنا وموقع ثقافة عامة نتمنى لكم حياة مليئة بالنجاح والتفاؤل، فابقوا إيجابيين. أدعكم في أمان الله.